بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. لو عندك أعطال ومشاكل في سيارتك أو في المحرك، ولو كنت من عشاق السيارات أو بتعمل في المجال، مهم جدا تعرف نظرية العمل الخاصة بالمحرك. ومعانا النهاردة في حلقتنا الجميلة اللي تهم كل عشاق السيارات وأصحاب السيارات، أصغر محرك. المحرك ده هيبين لي نظرية التشغيل بتاعة السيارة. زي ما قلنا، عشان المحرك يشتغل أنا محتاج 3 حاجات رئيسية، ونركز في التتابع: محتاج هواء، محتاج وقود، محتاج شرارة اشتعال. طيب، الهواء موجود في الوسط الخارجي أو موجود بيسحبه المحرك عن طريق الفلتر وبيعدي على الحساسات وخلافه. بعد كده بيجي الوقود من مضخة الوقود والحساسات والبخاخات وخلافه. بعد كده تيجي شرارة الاشتعال. طب المحرك اللي معانا ده جمع الثلاث أشياء دي ازاي؟ جمعها في ان الهواء موجود داخل الجهاز او داخل التجويف اللي ظاهر قدام حضراتكم ده، اللي هيتم احتراقه او رفع درجة حرارته عن طريق الاحتراق، عن طريق الكحول اللي انا هبدأ اشعله عشان تتولد درجة الحرارة المرتفعة، ويبدأ يعمل لي ضغط داخل التجويف الزجاجي اللي ظاهر في الفيديو. بعد كده المكابس تبدأ تضغط، وبعد كده تتم الحركة وعملية التتابع. يبقى عندي شرارة اشتعال اللي انا ولعت بيها الشريط نفسه، وعندي الهواء، وعندي الوقود اللي هو الكحول. حاجات اساسية وثلاث حاجات رئيسية. الموضوع مش كده وبس كمان، لا، دي الحركة دي بقدر من خلالها اولد التيار الكهربي. هستفاد منه بايه؟ بالمحرك الصغير ده هستفاد ان انا ممكن انور لمبة واثنين وثلاثة ومجموعة كبيرة من الليدات اللي ظهر في الفيديو عن طريق مولد بسيط جدا بفكرة بسيطة. طب نلاحظ ان احنا في البداية قمنا بالتشغيل بايدينا. لما قمنا بالتشغيل بايدينا كأننا بالضبط شغلنا السلف او الستارتر، نفس النظرية، عشان يقوم المحرك من لحظة السكون اللي كان فيها ويبدأ في الحركة وتوليد الطاقة. هيقوم الدنيا بالحركة اللي هي هتروح للجير بوكس، وكمان الدينمو هيبدأ في شحن البطارية زي المحرك اللي قدامنا بالضبط، واقدر بعدها ان انا اخد منه الطاقة وانير اللمبات وتمشي السيارة بكل امان وبسهولة عن طريق نظرية بسيطة جدا ممكن نطبقها في اي حاجة من حولنا. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.